اقول لكم حاجه مهمه جدا في العلاقه كده، وانت داخله على علاقه، نصيحه من نصايحنا ان سرك يفضل جوه بيتك. واعيه ولاد الناس، بنات الناس عارفين كويس قوي ومتعلمين كويس قوي ان اسرار البيوت دي اسرار مقدسه. يعني لا ينفع وانت بنت تروحي تحكي لصحباتك البنات خناقه مامتك مع باباكي، او خناقتك مع مامتك او خناقتك مع باباكي، ولا يوم ما تتجوزي ينفع تروحي تحكي لصاحبتك القريبه منك خناقتك مع جوزك، او حتى الحاجات الحلوه اللي بيعملها لك، لان ممكن يحصل حاجه من الاثنين. اولا خناقتك مع جوزك هتخليكي عامله زي العريانه، لان البيت ده سترة، سترتك بيتك وجوزك، وانت وجوزك مع بعض كده في حياتكم ستر وغطا على بعض، زي الحله وغطاها كده، زي الحله وغطاها كده. تاني حاجه، لو انت طول النهار بتشكري وبتمدحي في جوزك، ممكن تحب جوزك على فكره من غير ما هي تحس، حتى لو هي انسانه كويسه، او تحسدك او تتمناه او تحاول تسوق تخش معاه في علاقه. لا او حاول يعني، لا بلاش برضو دي حالات شاذه، بلاش الجنح ناحيه لا كل الحاجات بس ده بيحصل على فكره. لا 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 لا, لا, لا. دي مواقف بتحصل وكتير في الحياه، ان واحده تلاقي صاحبتها اتجوزت جوزها يعني من غير ما تحس، حالات قليله بس، حالات قليله برضه بتحصل كتير قليل يعني. او يخشوا في ريليشن حتى لو ما اتجوزهاش، ممكن يخشوا في علاقه كتير قليل، مش موضوعنا. يعني رجاله خلصت وهتتجوزي خلاص جوز صاحبتك، موضوع من كتر بقى ما عماله تجمل فيه قدامها خلاص حبيتها يجيب لها مدار سنين. عشان كده انا بخاف اتكلم على مصطفى قدام على اساس انك لما تشكري فيه تجري تجيبيه لا لا. المهم اسرار بيتك دي اسرار مقدسه، اتعلمي وحطيها حلقه في ودنك انك ما تتكلميش عن بيتك مهما كان. مامتك واختك ده اكبر حدودك، اكتر من كده بيتك ده سر قومي. تعالوا بينا نشوف